يجوز تنفيذ وصية منع أحد من الأرحام حضور الغسل أو الجنازة؟ وهل يجوز نزول المرأة القبر عند دفن زوجها أو أمها؟ طيب شقين في دول السؤال. جزئين. جزئين. نجاوب الأولاني. الأولاني، هل يجوز لي إن أنا أوصي إن فلان ما يمشيش في الجنازة بتاعتي، إن فلان ما يوقفش على غسلي، الغسل. إن فلان ده لا يجوز. هذه وصية بمعصية، ما أقولش. وصية بقطع رحم. ولو قال لي أولاده كده، ولاده ما يعملوش كده. عشان هو ما يتحاسبش. بالضبط. ليه؟ الموت ما حدش هيتشفى فيه. أنا زعلان مع أخويا، أوصي إن أخويا ما يجيش يعزي. مين اللي قال الكلام ده؟ إنه لو جه من اللي في الميتم بتاعي اطردوه بره. ده ساعات بيقولوا على الأولاد كمان. ده مش صح. إنك ما تكلمش فلان. أنت كده توصي بقطيعة الرحم، يبقى أنا طالع من الدنيا ومش كمان يعني مش كنت في الدنيا بقطع الرحم، ده أنا عايز يبقى كمان خارج من الدنيا وبوصي بقطيعة الرحم، وده طبعًا عجيبة العجائب. يبقى أنا في الدنيا بقطع وأنا كمان خارج من الدنيا بوصي اللي بعد يقطع الرحم. لا، يبقى أنا ما ينفعش أقول فلان ما يجيش يعزي، فلان ما يمشيش في جنازتي، هذه الوصية غير صحيحة. ولو قال للأولاد كده الأولاد لا يبالغها. ليه؟ بدل ما الراجل يقول الله يرحمه مثلا، ممكن ما يترحمش عليه. طب احنا ليه يعني ليه عايزين نموت ونجعل سايبين الدنيا عداء كمان وعاملين مشكله فيها قبل؟ يبقى بالضبط. يبقى احنا عايزين نتعود ثقافه نشر الحب مش نشر الكره. احنا عندنا نشر الكره ده كتير قوي، ان انا كاره فلان، انا قاعد مع فلان، فلان ما فيش علاقه، فلان اكرهه، عايز اكرهه فيه باي طريقه، المهم يكرهه. يعني ثقافة نشر الكره بين الناس دي ثقافة مش كويسة، صعبة. صحيح. بتأدي إلى سواد القلب. صحيح. طيب الجزء الثاني من سؤالي، هل يجوز نزول المرأة القبر عند دفن زوجها أو أمها؟ هتنزل ليه؟ إيه فايدتها لما تنزل؟ ملاش فايدة. العلماء قالوا المرأة تشيع، ماشي على بعض الأقوال المرأة تشيع الجنازة، تمشي في الجنازة؟ تمشي في الجنازة. وفي البعض قال وبتقف على ده عليها ذنب كبير جدا المرأة اللي تتبع الجنازة. احنا بنقول ان العلماء قالوا بجوازها مع الكراهة ولم يحرموا. منها الإمام مالك أجازها تماما، يعني لو ماشية في الجنازة ساكتة من غير بقى صريخ، من غير عياط، من غير اعتراضات. نعم، وتروح المقابر وبتقف على جنب كده بدون أي إزعاج ولا رفع صوت ولا لطم خد وبتاع، وخلاص واقفة لحد ما يدفنوا الجنازة وبتمشي. بعض البنات مش بنقدر نقول، او الولاد البنات ما بنقدرش نقول لها ما تروحيش جنازه، ممكن يبقى هتتجنن. ايوه طبعا. طيب هتروح جائز عند بعض العلماء، جائز، وعند البعض قال ان هو مش حرام بس مكروه. يبقى خلاص هنقول جائز. طيب يجوز تروح. طيب ايه لازمتها تنزل القبر؟ لا هي هتشيل ولا هي هتقدر تعدل على القبله، ولا هي عندها فقه اصلا الدفن ازاي. يبقى ما لهاش لازمه ان هي تنزل القبر، تقف على جنب كده احسن. يبقى كده يعني كما قال العلماء يجوز ان شاء الله، او يجوز مع الكراهه. تمام.